السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم طلابنا الأعزاء؟ دمتم بخير وسلامة. دعونا نسترجع سابقا ما تعلمناه في الدرس السابق من وحدة الصوت، وهو كيف ينشأ الصوت؟ من يخبرني كيف؟ أحسنت، لقد تعلمنا أن الصوت ينتج من خلال الاهتزاز، وتعلمنا أن الاهتزاز هو حركة الجسم ذهابا وإيابا. والآن سوف نتعلم درس جديد، وهو انتقال الصوت من خلال المواد، ولكن سوف نسترجع معا ما هي المواد التي تعرفنا عليها سابقا. هيا يا أبطال. أحسنت، مادة صلبة. أيضا أحسنت يا بطلة، مادة سائلة. أيضا رائعين، المواد الغازية. هذه أنواع المواد التي تعرفنا عليها، واليوم سنكتشف ونستنتج معا كيف ينتقل الصوت من خلال هذه المواد. أول مادة وهي المواد الصلبة، من يذكر لي مثال على المواد الصلبة؟ أحسنت، الخشب، الحديد، رائعين، ولكن دعونا نشاهد هذه التجربة كي نعرف كيف ينتقل الصوت من خلال المواد الصلبة. استمع جيدا لهذا الفيديو. انتقال الصوت في الوسط الصلب. ضع أذنك على لوح خشبي واجعل صديقك يطرق بلطف على اللوح. ستلاحظ أنك تسمع صوت الطرق بشكل واضح، مما يدل على أن الصوت ينتقل في الوسط الصلب. نلاحظ من الأنشطة السابقة أن الصوت لابد له من وسط مادي للانتقال فيه، فهو لا ينتقل في الفراغ. إذا كما تحدثنا وشاهدنا بالفيديو أن الصوت ينتقل من خلال المواد الصلبة، وأيضا عندما نضع كرات زجاجية داخل صندوق ثم نحركها كثيرا سوف نسمع لها صوت. أحسنتم، وهذا يدل على أن المادة الصلبة تنقل لنا الصوت. عندما يكون الغواص في البحر نسمع له صوت، ومحرك السفن يصدر له صوت أيضا، ونسمع صوت لشلالات المياه وفقاقيع المياه. إذا كيف ينشأ الصوت وينتقل عبر المواد السائلة؟ دعونا نشاهد هذه التجربة لكي نتعلم من خلالها كيف تنتقل الأصوات من خلال المواد السائلة. إذن عندما وضع الشوكة الرنانة بعد الطرق عليها في أنبوبة المياه بقي صوت الشوكة الرنانة، هذا يدل على أن الصوت ينتقل عبر المياه، لأن الصوت لم ينتهي، بقي موجود وهي موضوعة في أنبوبة الماء. إذن شاهدنا كيف ينتقل الصوت عبر المواد الصلبة، ثم كيف ينتقل الصوت عبر المواد السائلة، والآن نتساءل كيف ينتقل الصوت عبر الهواء. هيا نشاهد هذا الفيديو معا حتى نعرف كيف. ثبت الأنبوب بحيث يكون لهب الشمعة عند فوهة الأنبوب. نضرب شوكة رنانة ونضعها
بالقرب من فوهة الأنبوب الآخر. نلاحظ تراقص لهب الشمعة ذهابا وإيابا، ومن هذا نستنتج أن تراقص لهب الشمعة دليل على انتقال اهتزازات الشوكة الرنانة عبر هواء الأنبوب. إذن كما شاهدنا، عند طرق الشوكة الرنانة ووضعها في داخل الأنبوب، هذا الصوت انتقل عبر الهواء. وكيف شاهدنا ذلك؟ أن ضوء الشمعة أصبح يهتز ذهابا وإيابا. هنا تجربة تدل على أن الصوت أيضا ينتقل عبر الهواء. أنا عندما أحدثكم ينتقل صوتي إليكم عبر الهواء. بعد مشاهدة هذه الفيديوهات قد نكون تعلمنا واستنتجنا كيف ينتقل الصوت من خلال المواد، ولكن الآن أريد من الجميع أن يفتح دفتر العلوم ويكتب معي ماذا استنتجنا وتعلمنا في هذا الدرس، ولكن لا ننسى أن نكتب بخط جميل، ولا ننسى أن نكتب التاريخ واليوم وعنوان الدرس. هيا نردد معا ماذا تعلمنا. 1- ينتقل الصوت في الهواء مثل سماع صوت الرعد وصوت الأذان. 2- ينتقل الصوت في المواد السائلة مثل سماع صوت الغواص ومحرك السفينة. 3- ينتقل الصوت عبر المواد الصلبة مثل كرات زجاجية داخل الصندوق. والآن هذه هي نهاية الدرس. أتمنى من الجميع أن يكون استفاد وتعلم كيف ينتقل الصوت بعد مشاهدة التجارب التي وضعناها في هذا الدرس. دمتم بخير ونشاط وهم.